من الآخر أنا محتاج أزود عدد الأسرة سنة 25 أضيف 7000 سرير جديد. على 2030 أنا محتاج 17000 سرير عشان يبقى بس حافظين. 17000 سرير دول يكلفوني حوالي 76 مليار جنيه. يعني أنا لازم أقول للدولة دلوقتي عشان منظومة التأمين الصحي الجديدة وعشان الزيادة السكانية وعلشان أنا عندي 700 وشوية مستشفى بعدد سراير 130000 سرير، أنا محتاج أضيف لحد 2030 17000 سرير. ده بالحساب، والا يبقى انا بتعامل مع عدد مستشفيات وعدد اسره مع ان الناس عماله تزيد، طب هوديهم فين؟ وده اللي حصل في كتير من الدول الاوروبيه انها ما زادتش، فلما حصل مشاكل صحيه في كورونا ومتوسط العمر عندهم عالي حصل كثافه عاليه جدا وضغط كبير جدا على المنظومه الصحيه، وده اللي احنا مش عايزين نعمله. عشان كده بنشتغل برضو من 2014 للنهارده، من 2018 الحقيقه مش 2014 للنهارده، في أكتر من 1135 مشروع بتكلفة 98.5 مليار جنيه. مشاريع إيه؟ أنا خرجت بقى هنا للناحية الهندسية، أنا رايح على شايف محافظات مصر كلها وبروح سوهاج وبروح قنا وبروح المنوفية وبروح الدقهلية وبروح اسكندرية، لازم أتوسع في المنظومة سواء بقى رفع كفاءة أو مشاريع جديدة، لكن كل دي مشاريع بتتعمل على كل محافظات مصر، ودي كانت توجيه سيادة الرئيس إن إحنا ما نركزش على محافظة واحدة. نعمل دراسة ميدانية ونشوف التقادم المستشفيات اللي بقى لها 100 سنة واللي بقى لها 20 سنة وبتخدم منطقة جغرافية قد إيه واحتياج المستشفى قد إيه واشتغلوا فيها. سواء منشأ جديد لو ده صعب تأهيله بالمواصفات الجديدة أو طوروه لو هيخش في الاعتماد ويقدر يخدم منظومة التأمين الصحي. والعملية دي مش سهلة. ده إدارة مشروعات وقطاع كبير جدا في وزارة الصحة بيعمل ليل نهار على كل محافظات مصر. بنقضي كل الناس وكل الناس مبسوطه مننا؟ اكيد لا. واعضاء مجلس النواب اللي موجودين وهم يعني على علاقه معايا بشكل يومي، طبعا من حق كل واحد ان هو بيبص على الدايره بتاعته او المحافظه بتاعته، لكن في نهايه الامر احنا ما نقدرش نعمل كل حاجه، لان ما نملكش الامكانيات اللي تخلينا نقدر نعمل كل حاجه. وده اللي بيخلينا نعمل اولويات في ضوء المستشفى، هو شايف الدايره بتاعته او شايف المحافظه بتاعته وده حقه، لكن احنا شايفين المشهد بالكامل، فنقدر نقول دي محتاجة لأن دي 3 مليون مواطن وما عندهمش خدمات صحية محتاجين إن احنا نزودها. لكن ده شكل البنية التحتية اللي بنشتغل عليها، زي مجمع السويس الطبي اللي سيادة الرئيس هيفتتحه قريب، بنروح القنطرة، بنروح سوهاج، بنروح قنا، بنروح أسوان، بنروح كل محافظة في مصر عندنا فيها مشروع واثنين وثلاثة. علشان نقدر إن احنا نطور. مش بس كده، يعني سيادة الرئيس قال لنا ما تعملوا مدن طبية كبيرة ضخمة 2000 سرير 3000 سرير، تبقى دي الباك بون او دي الاماكن الارتجاز في كل محافظه لو قدرنا، او في كل اقليم لو قدرنا، علشان دي تبقى على غرار مع مدينه النيل الطبيه اللي هو مشروع تطوير معهد نصر، عشان اطلع من 680 سرير الى 1700 سرير تقريبا، والمفروض ان ينتهي. واحنا بنتكلم دلوقتي المشروع ماشي بشكل كبير جدا من خلال اشراف الهيئه الهندسيه وشركات مقاولات مصريه وعالميه.